سي احمد، كانت تقول لي شنو الاسباب الاساسيه للاضراب نتاع العمال والاعوان الاداريين في بلديه صيدا؟ الاضراب عنده اسس معقوله. طالبين العمال اولا راهو سمعنا من منذ سنتين او حتى اكثر شويه انه ما يتوراش السيد رئيس النيابة الخصوصية باش يهين البعض منهم في مواقف إلا ما تستوجبش من واحد مسؤول باش يقول هكاك، معناها عبارات مشينة. يقول حتى هذوما مسخين ما نصفحهمش، يوصل حتى عبر على حاجات هم يقولون عليهم راهم، ويقولون أنه يقول برا الأصل يديك مش كلمني. حير فيكم كيفاش باتوا حتى في دياركم، باتوا في فروشاتكم. ونقصت من العبارة أني شوية راهو، وحيث هما أعوان نظافة معناها ينظفوا منظفين، ما هم الزبالة. هذه معناها على كل حال في المجتمع التونسي تقالت ياسر مرات، راهو الزبال ما هوش اللي ينظف، الزبال راهو اللي يوسخ في البلاد. باهي، اسمي بسام حضرتك، مثل البلدية صيدا. بالنسبة لي علي 3 شهور ببدا على حقي، سمعني الكلام، ببدا قرينا مسخين، عملت عريضة بكل جمهور، عملت عريضة بالوالي، وتلمينا خدامة كل كاية بالعمال في دار الاتحاد. لا واحد فيهم قال كلمة باهي. صراحة نجمع يقول لي كيف مشينا دام قبل ثلاثة من الناس اللي هم صاحين معي في العريضة وهددهم وعملهم تصحيح على الجول وعليه ثلاثة شو حرام في حرام. لا حرام في حرام، عدنا ثلاثة شو حرام في حرام. ثلاثة شو صنصل؟ ثلاثة شو نهار دقيقة عامل نظافة قلت له لازم تاع ميكانيكي. يوم من الايام مر صافي ستوسري لعب رئيس بلدية وستوسري بكلام زايد وكلام غير لاق، وجاء جاني حتى للمقر العمل بتاعي في البارك المستودع وقال لي برمش يعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك، الناس قاعدين يقولوا لي ماكش خاطر، الناس قاعدين يقولوا لي ماكش خاطر. قلت له انا برمش كلهم برمش بعدني يا خويا اخرج من مخي. عمل لي هيك عقوبه 3 شهور، ثلاث شهور ما تعداش على المستديب، نمشي للولايه يقولوا لي راه ما عندكش على علاش تعدى على الولايه على المستديب، ما عندكش مستديب برجع نخدم على روحي. ثلاث شهور باش تعدي على المستديب، وانا عندي زوج صغار ومراه، ظروفي العائليه يقلب بها في ربي، ظروف اجتماعيه حاله، وانا ثلاث شهور من غير لا مورد رزق لا شيء. وفي نجي لهنا الكاتب العام يقول لي والله ما نجوعك، وخرج علي من البيرو. جي رئيس بلديه يقول لي والله ما نجوعك. هو من السنين اللي مشوك ربي سبحانه وتعالى. والسلام. السيدة الممثلة للعمال اللي هي أنا النائبة الأولى في النيابة الأساسية النقابية، هي ماشية من صعيدة، جي من بحرر، ربما جيش بعض مرات متأخرة، وربما عندها وليداتها، ربما بعض مرات تضطرش انها مضى بها تصحح فيسع للخروج ورقه الخروج. هذه هي ياخذها ماهوش بلطف بيعنجها هي حتى لوين وصلت في يوم من الايام على قولها هي على ما رينا عندها استجواب. الاستجواب هذا هو يقول شيء صحيح خطير، يقول معناها هو يقول ان قال ما فماش رجال في البلديه، وهي جاوبت على الاستجواب هذايا واكدت تقول راني قلت راهو ما همش رجال اللي يتبلاو عن النساء. هذه تقصد بها اللي يظلم واللي يتبلاو من عشر. هذه العبارة اللي تعاود فيها هي اللي يلومها مثلا على كلمتها. ثم سي احمد، ثم في الجلسة الصباحية اللي صارت معناها نهار جمعة في مقر المعتمدين بتاع صيادة، الرئيس نتاع النيابة الخصوصية ما حضرش،
حضر الكاتب العام نتاع البلديه، وهو تو معناها في القرارات هذيه شكون عنده الصلاحيه باش يقبل باش معناها باش يتفاوض وياخذ معناها القرارات؟ اسكو الكاتب العام من صلاحياته باش ياخذ قرارات ولا لا؟ ولا سؤالك نعم سالنا فيه هو في اول الجلسه، وتنجم تقول خذا حيز من الوقت باش اكد لنا السيد الكاتب العام انه جاء بتفويض من رئيس البلديه وهو معناها مستعد باش يناقش ويباخ وياخذ قرارات. لكن في النقطة الأخيرة هذه هي إلا قال أني ما نخوش قرار فيها، هذا يخص كان رئيس البلدية. اتصل به وسأله السؤال ما قبلش سيد رئيس النيابة الخصوصية وقال هذا موضوع بديته نواصل نكمل. معناها حتى ولات حتى السيدة المعتمدة قالت هذه الكلمة كلمته كلمة رئيس النيابة الخصوصية أكد لها لا هو ما هوش مسلم في هالحق هذايا. طبعا كل حال ما عرفناش يندر حق البلدية ولا حق المجموعة حق الإداري، قال ما نسلمش فيه هذا بديت فيها ما تواصل حتى باش في معناها باش نوقف الإضراب ما متنجمش ما هواش فضلك ما يعطيكش باش تنجم تتنازل على هذية. قال متمسك. النتيجة بطبيعة الحال وقت وصل لهنا تكلمنا على الإضراب كيفاش يلغى. الناس الكل كي ظهرت الجواب رئيس النيابة الخصوصية راهي ما تأديش إلى أن نلغي الإضراب وتمسكوا بالإضراب، وإلى اليوم الاول من الاضراب معناها تو العمال مضربين. باه سي عماد، معناها انتم باش نلخصوا معنا الموضوع الجلسه الصلحيه اللي عملتها كانوا فيها 10 نقاط. في العشر نقاط هذوما النقطه العاشره هي معناها العقوبه النائبه ذي على النقابه. معناها انتم حبيتوا العشر نقاط معناها يوافقوا عليهم، معنى اي نقطه ما يتوافقش عليها دونك الاضراب باش يتواصل. لا مش بالضبط هكاك، احنا قلنا العشر نقاط درسناهم وسمعنا بعضنا وتنازلنا على الشيء على بعض الشيء، وتنازلت اداره البلديه على بعض الشيء اخر، والامور مشات مرجله الى النقطه الاخيره هذه. الا قلنا باش يقتضي الامر هو بدايه من اليوم تتغير حتى علاقة العمال بإدارتهم، تستلزم الأمر على الموقف الأخير. اللي